وللحديث أكثر عن الصراع السياسي في العراق مع اقتراب الانتخابات واستخدام المرشحين للمال السياسي والطائفية في الدعاية الانتخابية في ظل تهديد السلاح، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط السياسي زيد الساعدي. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك وبالقناة وبضيوفك، وإن شاء الله يعني نتحدث بما هو موجود على الشارع. حياك الله أستاذ زيد. بداية، بحسب اللجنة القانونية البرلمانية فإن الأحزاب السياسية تستغل أموال الدولة للترويج انتخابيا، أين الدور المفترض أن تقوم به كل من هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان؟ السلام عليكم وعلى الأخوة الضيوف وعلى قناتكم وعلى الكادر كله. أخي، بالنسبة للنزاهة، إحنا لا وجود للنزاهة، النزاهة بس شعارات وشلون هياكل، أما الحقيقة حقيقة التعامل هم كلهم مرتبطين بالأحزاب اللي مشاركين بالعملية السياسية، بالإضافة إلى حتى المفوضية، هي المفوضية هم مبنية على التحاصص، قسم أكراد وقسم سنة وقسم شيعة، فإذا لا نرجو من الانتخابات نتائج ممكن أن تفيد البلد وتفيد الشعب العراقي وتعالج مشاكله، هذا بالدرجة الأولى. أما بالنسبة يعني الوجود الأمريكي بالمنطقة ما سوانا شيء، يعني هاي إحنا 18 سنة اللي إجوا بضمنها الاتفاقية الأمنية ما حققونا، لا حققونا أمن ولا إعادة إعمار ولا إعادة بنى تحتية ولا تأهيل المصانع اللي يضربوها، فإذا هذولا ما نعلق عليهم يعني آمال. نعم. بالإضافة للتدخلات اللي صارت بالمنطقة، يعني الوجود الإيراني بالعراق. طيب. مراقبون يقولون يعني إن أموال الدولة تستخدم من المتنفذين في تأمين مشاريع لمناطق بعينها يستغلها المرشح للدعاية الانتخابية، هل لا زال المواطن العراقي اليوم تنطلي عليه هذه المراوغات برأيك؟ صحيح صحيح، إن هم بالنسبة لكل يعني المرشحين الا هذول الجدد اللي هم على اساس من يعني من الوسط الخارجي اللي حق الجزمه المستقل، خلينا نقول يعني نادرا ما نلقى ناس مستقلين، وهذول امكانياتهم للدعايه والاعلام للترشيح ضعيفه، مو مثل الجماعه اللي هم طبعا مستحوذين على المناصب وعلى الاموال وعلى الكوميشنات، وده يستغلون حتى وجودهم بالمناصب الحكوميه، يستخدمون السيارات الآليات الأخرى للدعاية الانتخابية. طيب، هل يعني ستنطق يعني هل ما زال المواطن العراقي اليوم يعني يقتنع بهذه الطرق التي يستخدمها السياسيون؟ والله احنا ماكو اقتناع بها، لانه اولا خارجة عن يعني عن الدستور، هاي وحدة. ثانيا يعني انت هذا اليوم اللي تستخدم آليات الدولة واموال الدولة وش اسمه يجي يسوي دعاية إعلامية، هذا بأي يعني بأي قانون؟ هو أصلا ما معتبر أكو عنده شعب وقاعد يطالبه بخدمات وبفرص عمل وبريد مؤسسات صحية مؤسسات تربوية، هم تقريبا العملية دمرت كل الجميع. طيب. يعني البنى التربوية دمروها، البنى الصحية دمروها، لا صناعة لا زراعة لا حتى فرص عمل، هاي جموع الشباب اللي قاعد تتخرج من الكليات بدون وظائف، يعني هذا واحد عنده شهادة ماجستير ويدفع له عربانة بالسوق حمال، يعني هذا ماكو شيء يعني معادلة ولا شيء. إضافة إلى المال السياسي أستاذ زيد، يعني هنالك ضغط سياسي. المال السياسي هم بديهم. إضافة إلى المال السياسي هنالك ضغط سياسي على ملف الطائفية، يعني لماذا يتم التركيز في كل استحقاق انتخابي على هذا الملف؟ نتيجة يعني 18 سنة اللي بالشزمة بالحكومات هاي المتعاقبة، يعني الشارع انكشف لهم، يعني حتى من الوسط الطائفي، يعني من السنة أو من الشيعة أو من الأكراد، أكو بالشزمة ناس انسحبت من عندهم ومن دعمهم. ليش؟ لأنه من خلال سلوكيتهم بإدارة العملية الفاشلة، فساد وكوميشنات وترديد للأموال العامة، وماكو فرص لشنه، ماكو حتى متنفس للعراقي، ماكو شنو، لا مي لا كهرباء لا صحه لا تربيه لا فرص عمل، يعني لا معالجه للمشاكل الامنيه. يعني انت شوف هسه مثل هذا تحدث زميلي ده يحكي عن هذا
يعني الانفجار مال الوحيلات. هذا سوق مدني كله ناس اطفال ونساء وشباب يسترزقون بالسوق. يعني من تجي يجي مفخخ هو منين اجى هذا؟ وين نعم. وين 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 دور القوات الامنيه؟ يعني وين اللي هذا التهويل اللي يقولون عندنا صخور وعندنا كذا وعندنا كذا؟ شلون تتنفذ هاي العمليات الارهابيه؟ انا ما اعتقد اكو ارهاب يجينا من برا، الارهاب مالنا من داخل. نعم. هو هاي نعم. صراعات بيناتهم، صراعات بين الكتل السياسيه، هذا يريد بهاي المنطقه يريد يسوي ايش اسمه تفجيرات، يريد يسوي خرق امني، وهذاك يروح يسوي بذاك، يعني هم صراعات بيناتهم اللي واقع نعم. نعم. الشعب. الناشط السياسي الاستاذ زيد السعدي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك الينا.